أجواء العراق أجواء صحراوية شديدة الحرارة، توصل بعض الأحيان أو مو بعض الأحيان، بعض الأيام تستمر حوالي أسبوع بحدود 50 درجة، 50 درجة مئوية طبعاً. وظل هذه الأجواء يعاني المواطن من انقطاع الكهرباء، من قلة المي، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور اللي أصلاً هو اللي يعني ما لقوا له مؤسسات دولة، مؤسسات حكومة لحد الآن من 2003 لحد الآن ما عندنا الناس اللي هم يسموهم تكنوقراط يلقون حل لهاي المسألة. كبار السن، المرضى اللي يعانون، ينقطع الكهرباء عنده بالبيت، ماكو مولدة بعد ما مشغل الوقت هذا، يضطر يطلع بهالحر انه يشوف له مكان مقهى كافتيريا يقعد بيها ساعتين 3 ساعات على مود يتخلص من الحر. يعني هاي هالمليارات اللي راحت من 2004 هذا اليوم، مليارات تبني دول كهربائية تبني. هاي عد اليابان، عد الصين، عد هذول الدول في مقدمة دول آسيا. يعني نقيس سنغافورة، نقيس اندونيسيا، نقيس ماليزيا، أكثر الشعب اطلع وراح وسافر وشاف هاي الدول وشوف الإعمار والخدمات. هاي كلها احنا كلها دولة غنية تصدر يومية 4 ملايين برميل نفط، هاي الموارد كلها تروح بجيوب الفاسدين، يعني الله ما يقبلها. شغل المخابز حارة كلش بالنسبة لهالجو، هذا الجو 50 هو العامل قاعد يشتغل جوة التنور، وقاعد ما يقيمون قيمة العامل او قيمته بالمحل او ما كاي تقديرات ماكو بالنسبة لهم. عندنا هسه احنا الكهرباء معدومة، احنا شلون مثل ما تقول عايشين بالنسبه لنا على السحب، السحب يكون من الصبيح لليل، مرات ذاك اليوم عشنا معانا تقريبا يومين ما عندنا كهرباء احنا بهذا الجو. هذا حرب العالمين.